السلام عليكم. اليوم راح نديرو سيرفيس ويب، تيبي الاول تاع سيرفيس ويب، ستا موجول دو ماستر 2 تاع لونيفرسيتي تاع بجايه. اوكي، انا قريت هذا التيبي. المشكل كيما عرفت بلي ما كاينش انستالاسيون، ما كاينش لي طاب تاع انستالاسيون هنا. واش نديرو هنا لي طاب؟ كيفاش نديرو ان ابليكاسيون ويب مع الجافا في نيت بينز اي دي او؟ اوكي، كيفاش نديرو كيفاش نقولو نديرو ديماي تاع ان ابليكاسيون ويب اوكي في نت بينز. اوكي، باش نديرو هذه الحاجه لازم ان سيرفر، بيان سور لازم ان سيرفر. السيرفر هذا هو اسمه جلاس فيش، كيما اكزام كيما الروام اللي نديرو في البي اتش بي. هنا كاين سيرفر وسمه جلاس فيش. هنا ما كانش لي طاب تاع كومو انستالي جلاس فيش هذا. اوكي، كاين ديريكت هما مفترضين بان النت بينز تاعنا عنده اصلا عنده جلاس فيش تمام، بصح كي تيساجي النت بينز ما تلقاش جلاس فيش. اوكي، انا راح ندير في الفيديو هذا راح ندير تي بي ان هذا، وراح نديرو تاني كيما كيفاش نانستالي جلاس فيش تاعنا في النت بينز. اوكي، واش عندي انا؟ بريميرمو، اول حاجه لازم تعرفوها، انا عندي ويندوز 10 64 بيت، عندي ويندوز 10 64 بيت. اوكي، اذا عندك ويندوز 7 ولا ويندوز واحد اخر، اذا ما مشاش الطريقه تسمى المشكل، ممكن يكون المشكل في الويندوز تاعك. اوكي، ممكن تمشي ممكن ما تمشيش، ما انا ما على باليش. اوكي، انا برك قلت لكم فيك هذه ان شاء الله بليك راح تمشي في ويندوز 10 64 بيت. هذا اولا. ثانيا، لازم تيسرجو بعض الحوايج كيما ماذا؟ كيما جلاس فيش تاعنا. وين نلقاو جلاس فيش تاعنا؟ نلقاو هنا في هذا السيت، راح ندير لكم هذا الموقع في الوصف، راح تيسرجو منه جي ديكا. اوكي، على بالي راح نسمع واحد في الطاوله الثالثه هناك يقول لي جي ديكا عندي انا جي ديكا، هل بليك الجي ديكا اللي عندي؟ اذا عندي جي ديكا خلاص ما نديش تحميل تاع هذا. لا، لازم تحمل هذا الجي ديكا. اوكي، هذه لا فيرجن تاع جي ديكا، جي ديكا، ولازم تكون جافا جي ديكا 8. اوكي، 8 دوك اوبديت 20 ولا 205 ولا 13 ماشي مهم، مهم جي ديكا 8. اوكي، ومن بعد نقول لكم علاش لازم جي ديكا 8. اوكي، مهم لازم تحملوا هذا. اوكي، اوكي، قلنا تاني جلاس فيش هنا، ديزولي هنا الجي ديكا. اوكي، الجي ديكا لازم جي ديكا 8. جلاس فيش لازم تحملوا هذه جلاس فيش 5.0.1 فول بلاتفورم. اوكي، فول بلاتفورم لازم ديروا تحميل تاع لي دو بروغرام هذا هادوما. اوكي، مع تانيك اباش نت بينز اي دي او 12.1. دوكا ممكن عندكم انتم عندكم نت بينز هذاك تاع 8.2، ما على باليش اذا تمشي تاني ولا ما تمشيش. انا سيت ولا جربت على اباش نت بينز اي دي او 12.1، وننصحكم بك تيساجو 12.1، لخاطر ديما ليفريزون الاخرى راح تكون افضل، بمميزات افضل. ممكن بيك الفيرجن تاع 8.2 ما تمشيش بعض الحوايج دوكا ولا ما على باليش. اوكي، على بها انا دائما ننصح بيك تنتيجو اخر اصدار من اي حاجه. اوكي، فوالا، من جلاس فيش ولا من نت بينز. اوكي، تسمى اذا ممكن تيساجو نت بينز ولا تحملوا نت بينز 12.1 سيكون ذلك افضل. اوكي، راح نتيسر دينا تحميل تاع هادو. ما كاين واش نديرو دوكا؟ بس بيان سور، اول حاجه راح نانستالو جي ديكا تاعنا، والجي ديكا تاعنا اذا مازال ما انستاليت ولا ما ثبتش النت بينز تاعك، ثبتو تانيك بعد الجي ديكا. اوكي، بعد الجي ديكا اولا، ومن بعد النت بينز ثانيا، ومن بعد ثالثا نروح لكلاس فيش. اوكي، تسمى انا خلاص ثبت النت بينز تاعنا، راح نثبت دوكا الجي ديكا، يعني مثبت من بصح نوركم برك كيفاش نديرو تثبيت تاع الجي ديكا. اوكي، راح نديرو هنا وي. اوكي، راح ننتظر لغاية انه ينتهي هذا. اوكي، راح يظهر هذا، راح ننتظر تاني كلي يخلص، راح يكون بزاف انتظار. اوكي، خاطر الانستالاسيون تاع لي بروغرام هذا تستلزم ليك تنتظر لغاية الانتهاء الثبيت هذاك. اوكي، تسمى في هذا الفيديو ممكن راح يكون طويل في عجل الانتظار هذاك. اوكي، راح تظهر هذه دوكا، نديرو next، نختار الاختيار الاول next وننتظر. اوكي، راح يظهر لنا هذا دوكا، راح نديرو سويفو. فوالا،
اي فوالا، وصلنا لاخر محطه نديرو كلاوس. اوكي خلاص، ندير عندنا تثبيت الجي دي كا. دوكا راح نديرو جلاس فيش تاعنا. اوكي راح نديرو هنا بلا دروات، راح نديرو اكستراكت اي سي، اكستراكت اي سي، ورا اكسترا اي سي. اوكي اكستراكت هير، اكسترا اي سي. اوكي ما نديروش لي هذا ني هذا ني هذا، راح نديرو اكسترا اي سي. اوكي فوالا، سما راح ننتظروا لهاية اللي يخلص هذا تانيك. فوالا، راح نديرو هنا كنترول اكس لهذا، كنترول اكس لهذا. راح نروحو للديسك لوكال سي، ديسك لوكال سي. راح نديرو كنترول في هنا. اوكي راح نديرو كنترول في هنا، راح يصبح الفيش هذاك هنا. اوكي جلاس فيش، جلاس فيش 5 هنا. اوكي علاش قلت لكم اكستراكت، اكستراكت هير، دينو اكستراكت هير، اكسترا اي سي؟ علاش كي ندير ضغطتين على الفيش هذاك، كي ندخل الفيش هذاك نلقى ديريكت الفيش هذوما، ما نلقاش، ما نمشي ندير ضغطتين هنا. اوكي ندخل ونلقى فيش واحد اخر ونضغط عليه باش نلقى الفيش هذاك. لا لا، ملي كي ندير كي نفتح هذا الفيشي راح نلقى ديريكت لي فيشي هادي، لي فيشي بين كلاس فيش وهادو ما كامل. اوكي 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 ثم واش راح نديرو؟ اوكي دوكا نديرو نديرو لا كونفيغوراسيون تاع كلاس فيش تاعنا في نت بينز. اوكي نفتحو نت بينز. فوالا فتحنا نت بينز، فتحنا نت بينز. دوكا باش نديرو كلاس فيش هذاك نروحو سيرفيس هنا، سيرفيس هنا. اذا ما لقيتش هنا راح نديرو ويندو، ويندو سيرفيس. اوكي ويندو سيرفيس. اوكي فوالا في سيرفيس هنا راح نديرو هنا بلوس، هنا راح نلقاو كلاس فيش. انا درت تثبيت تاع كلاس فيش بصح راح نحيه. اوكي ندير ريموف، يس. اوكي دوكا كيفاش نديرو لا كونفيغوراسيون تاع كلاس فيش تاعنا؟ سيرفيس هنا راح نديرو، هنا راح نديرو اد سيرف. اوكي بلا دروات اد سيرف، لا اد سيرفر. اوكي هنا، هنا راح تظهر لكم كلاس فيش تاعنا، درنا في السيت تسمى راح يظهر هنا، راح يظهر لنا. اوكي راح نختارو كلاس فيش تاعنا، راح نديرو نيكست. اوكي هنا راح دير هذا، تقولي اوكي خلاص داروه هنا بار ديفو، درنا في السيت ديريكت. لا لا، غاس دار بار ديفو، حنا لازم نضغطو على الفيشي هذاك. اوكي تسمى نديرو، راح نديرو براوس سو بي سي ديسك لوكال سي كلاس فيش تاعنا. ها كي ندير بلوس هذا راح تظهر داك اللي فيش هذا، ما يظهرلكش فيش واحد اخر. وكي نضغط على فيش واحد هذاك واحد اخر باش يظهر هذا، لا لا كي نضغط على هذا ديريكت اللي فيش هذا راح يظهر. اوكي راح نديرو تشوز في الكلاس فيش هنا في هذا. اوكي تشوز، تشوز. اوكي اوكي راح نخليو هذا كيما هما. نيكست، نيكست. هادو ما نخليوه تاني كيما كيما راهم، راح نديرو فينيش. اوكي خلاص راح ندير دعنا هنا. دوكا راح نديرو اوكي فوالا نديرو ستارت، لازم نديرو ستارت. ندير راح نديرو ستارت فوالا. دوكا علاش قلت لكم دوكا ما لازمش جي دي كي 15 ولا 13؟ ها هنا شوف واش قالك، قالك جلاس فيش سيرف، سيرفر ديزولي، جلاس فيش سيرفر could not be started، could not be started with GDK 15 default. خاطر عندي انا GDK 15 هو الديفولت تاعي، GDK بار ديفولت تاعي. اوكي بليز سيليكت انذر جافا اس او بلاتفورم. اوكي لازم تختار GDK واحد اخر. الGDK اللي يمشي معاه كلاس فيش هذا هو الGDK 8. اوكي هو الجي دي كا ويت، ولا الجي دي كا اللي كاين في ال في 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 رابط التحميل اسفل في الوصف. اوكي اوكي دوك دوك انتوما هنا ما يظهرش لكم والو. اوكي اذا حبيت اذا عندك بلوس دان جي دي كا، اوكي كيفاش تختار جي دي كا ويت ولا 1.8؟ راح نديرو هنا ماناش بلاتفورم، ماناش بلاتفورم، اد بلاتفورم جافا ستاندر، نيكست. نروحو بلا بون، نروحو لسي بي سي. اوكي ديسك لوكال سي بروغرام، بروغرام، بروغراما. اوكي جافا، جافا. وكاين هنا الجي دي كي اللي عندك كامل. اوكي انا عندي جي دي كي كامل، جي دي كي 8 مع جي ار او. راح نختار جي دي كي، جي دي كي 1.8. اوكي راح نديرو نيكست، راح نديرو نيكست، ننتظر. اوكي
بيان، هنا جديك ان بوان ويد. انتم واش راح ديروا؟ راح نديروا نيكست ومن بعد فينيش. قال لك هنا انا قال لي هنا ديريكت بلاتفورم نيم از اوريدي يوزد. اوكي بون ما على باليش اذا درت ان ويت ويت فوالا، اذا درت ان ويت ويت بون ما كانش نيكست، كاين دايركت فينيش. اوكي كان دايركت فينيش، تسمى انتم ما راح ديروا دايركت فينيش. اوكي يا خلاص، هذا واش هذا واش كاين. اوكي رحنا راح ندير 1.8.0، معليش راح نديرو فينيش. اوكي راح تظهر هنا فال الجديكة، الجديكة تاعك راح نديرو هنا كلوز. اوكي راح تظهر هنا الجديكة اللي عندك كامل، راح تختار واحد منهم يا 1.8.0 هو يعني نفس الشيء. اوكي اوكي راح نديرو اوكي. اوكي فوالا مهم برك راح تختار جديكا ان باوت. اوكي تفاهمنا تفاهمنا. اوكي دوك خلاص درنا ستارت. كيفاش نعرف بلي كي هذا يمشي ولا لا؟ في التيبي تاعنا، في التيبي تاعنا واش قال لك؟ قال لك دون لونغريت سيرفيس الي سيرفرز غلاش فيش سي بوي شوازي ستارت دون لو مينيو كونسيشيال. اوكي خلاص ولا كليك ديك بلا دروات، وحنا درنا ديك كليك بلا دروات. Regardez là, ok, voilà, on est amené là. Toujours sur serve, Glassfish serve, servers, servers, Glassfish serve, server. Choisir view admin console. Ok, là on va voir admin console. Là, tu vas suivre avec nous. On va faire le direct domain view domain admin console. Ok, là on va faire view domain admin console. On va voir si ça va suivre avec nous ou pas. Voilà. اوكي في لوكال هوست تري بيان. اوكي راح يبدا قالك بليز ويت. هما راح يكون كيما كيما الداشبورد، كيما الكنترول بانل نورمالمون. اوكي ننتظر لغاية يخلص. اي فوالا هذا هو الكنترول بانل تاعنا، بيان يمشي نورمال. اوكي تسمى جلاس فيش تاعنا يمشي. اوكي اوكي تسمى دوكا نروحو للدوزيام بارتي. دوزيام بارتي لازم نديرو برك هيلا وورد هذا. اوكي اوكي كيفاش نديرو هيلا وورد تاعنا؟ نروحو البروجي، نروحو البروجي نديرو فايل نيو بروجيكت جافا ويز مايفن، جافا ويز مايفن واب ابليكيشن. اوكي جافا ويز مايفن واب ابليكيشن نيكست. اوكي هنا نختارو جلاس فيش مع جافا او او ويت، جافا او او ويت. اوكي راح نديرو فينيش، ننتظر لغاية يظهر لنا الفيشي هنا. يعني الفيشي كيما الفيشي هذا كاين، كي درنا جافا كاين فيشي باكيج، وكاين فيشي وين كاين لا كلاس، كاين فيشي سورس وين كاين الفيشي سورس تاعنا. اي فوالا هادوما كامل. اوكي فوالا هنا قالت بيلد بيلد سكسس. فوالا قالك بيلد سكسس. دوكا واش وين نلقى الفيشي تاعنا؟ راح نروح هنا نديرو بلوس ويب بيجز بلوس اندكس بوان اتش تي ام ال. اوكي هذا هو الفيشي تاعنا، فوالا هذا هو الفيشي تاعنا. اوكي فوالا نديرو كيفاش ندير اكزيكوتي تاع الفيشي هذا؟ نورمال كيما كيما الجافا، كيما درنا في الجافا في النت بيس نورمال. راح نديرو هنا ران، بصح قبل ما نديرو ران راح نديرو هنا تختار النافيغاتور اللي انت تستخدمه، اذا كروم اوكي كروم، اذا موزيلا اوكي موزيلا، اذا مايكروسوفت ايدج اوكي مايكروسوفت ايدج. اوكي انا نستعمل كروم بيان سور. راح نديرو الران. اوكي راح نشوف واش يظهر لنا. ننتظر نورمالمون راح يفتح جوجل كروم وحده مع عباره هيلو وورلد. فوالا تسمى ظهرنا هيلو وورد نورمال. اوكي بون جو بونس هنا خلصنا يعني لا كونفيغوراسيون تسمى نورمال، بصح نديرو برك هنا راح نديرو مثلا نشوفو اذا حقا فيك هذا الفيشي اللي راح يدير اكزيكوتي. راح نغيرو من الفيشي هذا. ديزولي
فوالا راح ندير اكزيكيتي تاع هذا. فوالا تسمى راح دار لي شونجمون نورمال. اوكي بو، اذا دارت هنا مثلا، اذا دارت هنا اوكي راح يدير في نافذة جديدة بليكي، راح يدير مثلا النافذة القديمة هنا راح يدير لك نافذة جديدة وين كاين هنا. اوكي اذا حبيت في نفس هذه النافذة، بو هذه معلومة اضافية برك، معلومة بين السطور اضافية برك، راح دير هنا اكزيكيوتي. اوكي راح يدير هنا اكزيكيوتي باش نعاود في نفس النافذة. اوكي جو بونس، انا خاطر ما حبيتش يبي ليك شاك شونجمون راح يظهر لي في نافذة واحدة اخرى. اوكي ما نحبش هكذا، حبيت يدير فوالا كيما هذا، راح دارني في نافذة جديدة. اوكي ما عليش، ماشي مشكل، دانا هنا ولا هنا زي لما مشوش ماشي مشكل. اوكي المهم فهذا الفيديو حبيت برك ندير التي بي ا وزدت يعني زيادة، خاطر التي بي ا قلت لكم بليك ما كانش لاستراسو تاع كلاس في شهادة، ما كانش رابط وين نحملو كلاس في شهادة. اوكي حبيت نقول لكم فوالا بليك لازم تحملوه اولا قبل ما دير لي زيتابلي كاين هنا. حنا حملناه دانا لي زيتابلي كاين هنا بور لا كونفيغوراسيون، وزد دانا لابارتي تاع هيلا وورد هذاك. تسمى وصلنا لنهاية الفيديو، واش نقول لكم في النهاية؟ ديزولي على الموسيقى اللي تسمعوها هكذا هذا، إذا كنتم تسمعوها أوكي عامل ستان ديرونجمون، مي واش راح نديرو؟ واش نقول لكم في النهاية؟ بون سواري، سلام.